هتروح حاسب الطبع
تبقى تكامل سهل. حقيقة بقى يعني احنا في اعدادي ما قلناش النقطة دي، ان التيار اللي هنا في التكامل ده هو التيار اللي جوه المسار المقفول، صح كده؟ بس المفروض كنا يعني عشان اعدادي لسه بس صغيرين نقول ان هو التيار ده الصح قوي بقى، التيار اللي بيعدي في اي مسطح جوه المسار المقفول. بمعنى ادي المسار المقفول بتاعنا في كام سطح، كام سطح في الدنيا ممكن يبقى الخط ده خط على حرف هذا السطح؟ يعني ممكن يكون الدايره دي ادي مسطح كويس سيرفس، والخط المقفول اللي هو في التكامل ده هو الحرف بتاع هذا السطح. دي مش عليك انا بقول لك بس عشان تعرف السبيس بتاعك ده منين عشان نتقابل كتير بعد كده. طيب وممكن كمان يبقى مسطح عامل كده اهو نص كوره، النص كوره دي حرفها الخارجي هيبقى برضه نفس التصاري المقفول اللي باللون الازرق ده، تمام؟ يعني الصح قوي في القانون ده انه التيار ده هو التيار اللي بيعدي هو اي سطح يكون الحد الخارجي بتاعه دي ده. فاحنا في اعدادي كنا بنقول السهله انه ادي المسار المقفول اهو وادي السطح بتاع المسار المقفول، مين اللي بيعدي في المسار المقفول؟ الثلاث ده. بس مش ده امبير قوي، يعني ده امبير كده على قد اعدادي، امبير قوي الصح ان ده المسار المقفول، المفروض ان انا اخد اي سطح هذا المسار المقفول يكون الحد الخارجي بتاعه. فممكن يكون السطح ده خلاص يبقى اي كونتاكشن معدي في السطح ده احط هناك احسن ما اتفق فيه. وممكن يكون السطح ده النص كوره دي، ما هي النص كوره دي حدها الخارجي هيبقى ده برضه، يعني انت كمان ايه كوره وتبقى قشره كده. فده مقطعها، مقطع الكوره. طيب جه ماكس وقال لك تعالى نطبق بقى ونشوف. لما انا كنت باخد السطح بتاعي كده الثلاث اللي معايا في هذا السطح اي كوندكشن العادي اللي ماشي في السلم، حلو قوي. بس النظريه بتاعت امبير اللي ليها علاقه بحاجه في الرياضه اسمها ستوكس ثيري، نظريه ستوك، خدتوها في الرياضه ولا لسه؟ ما خدتوهاش كده. بتقول ان المفروض ان الخط ده بيحتوي على عدد لا نهائي من السطوح، ممكن يكون السطح ده او يكون نص الكوره دي او نص الكوره اكبر او وات ايفر. طيب تعالى نطبق بقى. هل هنا في تيار ماشي بين طرفين الاكياس في ماده عزله؟ هل هنا في تيار ماشي؟ تيار هنا ما سابش سطح؟ لو خدت التيار اللي اختارت هذا السطح اللي هو سبين نفس المسار اللازم ده التيار هنا بصفر، بحط التيار هنا بصفر يطلع من غلط، هو في ماجنتيك فيه. فهي الفكره المشكله اللي ما خدش باله منها امبير ايه؟ امبير ما كانش واخد باله انه لو التيار انقطع يحصل ايه في الحسابات؟ يعني امبير حلو قوي كده وانت ماشي مع السكه ده في تيار محطوط في الحسابات يطلع ماجنتيك فيه حلو قوي. طب افرض التيار انقطع بسبب المكثف وبعد كده التيار بيرجع تاني، يعني في التيار بيكمل في الدايره دي. بيكمل ازاي في الدايره دي؟ علشان ده كان شحنات موجب هنا، الشحنات الموجب دي بتثبت هنا السالب وتطرد الموجب، فالموجب يطلع يجري الناحيه الثانيه يكمل الدايره. طيب هنا في تيار هنا، هنا في تيار هنا، يعني لو ماكس عامل كده اهو خد المسطح اللي جوه النازل ده خد السطح اللي جواه كده كده في مشكله؟ مفيش مشكله ليه؟ لان في تيار بيقطع السطح هنا، هياخد التيار ده يحطه في المعادله طلع الماجنتيك فيه مفيش مشكله. بس المصيبه اللي هنا بنعمل فيها ايه؟ فاصبح ان لازم احط ترم زياده في قانون امبير عشان يبقى صح، عشان كده هو عمل كوركشن او تصحيح لقانون امبير واصبح ما اسموش امبيرز لو، اصبح بعد كده الناس بيقولوا عليه اسمه امبير ماكسويلز لو. ايه بقى التصحيح اللي عمله؟ قال لك الشحنات اللي هنا لما بتتكون على السطح ده عماله بتزيد مع الوقت في الاول، يعني انت لو انت بتشحن المكثف الشحنات بتزيد، صح كده؟ الشحنات بتزيد هنا فالالكتريك فيلد ما بين الطرفين دول بيزيد. فالراجل فكر قال لك ايه؟ الشحنات بتزيد ولازم يبقى في ماجنتيك فيلد في الحسبه دي، يبقى ممكن يكون الالكتريك فيلد اللي بيتغير مع الزمن يكون مصدر لماجنتيك فيلد. هو المكثف ده لما يشيل من داخل التيار ده صح؟ والتيار لما يكون بزيرو ماجنتيك فيلد بكام؟ بزيرو. ففي ماجنتيك فيلد از لونج از انه في تيار، وفي تيار از لونج از المكثف لسه بيتشحن. يوم ما المكثف بيتشحن تماما مفيش تيار مفيش ماجنتيك فيلد، صح؟ متفقين على كده؟
ده؟ بس المكثف لسه متشحن. يوم المكثف متشحن التيار ده بيقطع. مع السلامه. طيب اذا وجود ماجنتيك فيلد مرتبط بوجود تيار مرتبط بان المكثف لسه بيتشحن او بيتفرغ. وده مرتبط بوجود الكتريك فيلد بيتغير مع الزمن. اذا النتيجه اللي وصلتها ماكسويل ان الالكتريك فيلد اللي بيتغير مع الزمن ده هو السبب في وجود ماجنتيك فيلد هنا او حواليه يعني. فقال انا هضيف ترم زياده، ترم زياده جابه من جاوس، رجع لجاوس كده قال لك ايه ده؟ مش جاوس بيقول ان لو حطيت شحنات هنا هتخلق لي الكتريك فلكس فاي؟ طيب الشحنات دي بتتغير مع الزمن. شحنات بتتغير مع الزمن؟ يعني ايه؟ قال يعني زي تيار كده صح؟ ما الشحنات بتتغير مع الزمن، قال يعني زي تيار. فانت لو فرضت الناحيتين دول بالنسبه للزمن خدت دي كيو باي دي تي هنا، دي كيو باي دي تي هنا، سوري دي فاي باي دي تي. ده بيديلك قال يعني، قال يعني تيار، هو مش تيار، هو حاجه شبه تيار كده، كرم. ده بيسموه ديسبليسمنت كرم. فالاي ديسبليسمنت هيساوي ابسلون في دي فاي باي دي تي. وراح واخد ده هو وحطه هنا، فاصبح قانون امبيريال ان التكافل بتاع الماجنتيك فيه على مسار مفهوم بيساوي ميمو في الكرم الكوندكشن اللي هو ده كده امبير. فين ماكسو بقى؟ راح حط تيار مكافئ جديد مش حقيقي. انت لو حطيت اميتر هنا مش هيقيس تيار ما بين اللوحين. لو حطيت اميتر هنا مش هيلاقي تيار، دي ماده عزل. بس في ايفكت، في تاثير من ان الالكتريك فيلد بيتغير مع الزمن. لما الالكتريك فيلد بيتغير مع الزمن بيديك حاجه شبه تيار، تاثيرها زي التيار. سماه ديسبيسمنت كارنت. قال يعني الديسبيسمنت كارنت هو الديسبيسمنت يعني بيزيح، قال يعني هو اللي بيعمل ازاحه للشحنات. هنا موجب يبقى هنا سالب وهنا موجب كده. قال يعني ازاحه الشحنات من الموجب من هنا وادها هنا. قال يعني. وراح حط الترم الزياده ده وسماه اي ديسبيسمنت. اقول تاني الحكايه دي بسرعه. اقول الحكايه دي تاني بسرعه. دلوقتي التجربه دي مش عليك، مش هتحنك فيها، خلاص كده متفقين؟ انت عليك لحد قبل الخط ده. يعني انت عليك تعرف المعادلات دي. خلاص؟ في الكتاب معدي على الاستاذ كارت بسرعه. بس انا هديلك التقسيمه دي عشان انت تبقى فاهمها جت منين. دي مهمه قوي في تاريخ العلم دي. 1865 حفرت اسم ماكسويل في التاريخ يعني. ودي السبب هنشوف ايه دلوقتي. دي خانه الاربع ايكويشنز اسمهم ماكسويل. هي دي اللي حصل. ايه بقى؟ ماكسويل قال المفروض ان الكارنت ده برودكشن، عملت مسار مقفول وطبقت امبير في الماجنتيك فيلد، مفيش مشكله. المفروض ان المسار المقفول ده اهو اطبق امبير على اي سطح جوه المسار المقفول ده، ده امبير الصح قوي. فالمسطح ده بيقطع التيار ده مفيش مشكله. طب اخد مسطح كبير قوي قوي كده، هنا في تيار، التيار بيقطع هذا المسطح مفيش مشكله. بس لو خدت هذا المسطح جوه بين وحين المكثف فيزيكلي مفيش تيار، لان ده دايركت ماده عزله. حطيت اميتر مش هتقيس حاجه. فهنا مفيش تيار، بس ستيل لازم يكون الماجنتيك فيه، لازم تحس ما تطلع صح. يبقى انا هضيف ترم زياده اصحح في التمر امبير. ترم زياده ده جاي منين؟ المنطق اللي فيه انه قال لك طالما ان المكثف لسه بيتشحن يبقى في اي كوندكشن. خلاص كده؟ يعني اي كوندكشن ده موجود طالما المكثف بيتشحن. اي كوندكشن بيطلع ماجنتيك فيه طالما لسه المكثف بيتشحن. المكثف لسه بيتشحن، يعني الشحنات بتزيد مع الزمن، يعني الالكتريك فيلد بيزيد مع الزمن، الالكتريك فيلد بين الوحيدين دول. افاضل الالكتريك فيلد مع الزمن بيساوي تفاضل الشحنات مع الزمن. ده يديني حاجه شبه تيار. فالحاجه اللي شبه التيار دي هي التفسير المنطقي ان الشحنات هنا عماله تزيد، فالالكتريك فيلد عماله تزيد، فده السبب ورا وجود ماجنتيك فيلد ان المعادله بتكبر. يعني لو كنت طبق هنا امبيرز لو، مين التيار اللي معدي هنا؟ اي كوندكشن. الترم ده كام؟ صفر. لو طبقت هنا مين اللي معدي؟ كوندكشن. الترم ده صفر. لو جيت طبق هنا مين اللي معدي؟ الديسبليسمنت. ده صفر. وهتلاقي كمان من جمال الموضوع ان لما تيجي تفك دي تحسبها تعملها في البيت دي سهله قوي يعني. تعمل القانون ده شوف فاي ده بيساوي كام، هيطلع مش عارف كيو على ابسلون وكيو بتساوي سيجما وتفكها بالالكتريك فيلد كلام اهبل كده. هتلاقي ان دي بتساوي دي. بس دي موجوده هنا لما تشتغل هنا، او موجوده هنا وتلات حطها بصفر. لو انت هنا تحط دي بصفر وتشتغل بدي. فان جنرال الاثنين دول شوف انت شغال فين. دي او دي الاثنين في نفس العلاقه في الماجنتيك فيلد. طيب ليه بقى البتاعه دي مهمه قوي؟ الديسبيسمنت كارنت ماشي كويس، هو الراجل فسر حاجه كانت مشكله انه قانون امبير مش شغال في الدايركت في المنطقه دي. فراح اخترع كده اختراع اسمه ديسبيسمنت كارنت فيكتيشس، ما هوش حاجه حقيقيه، هو حاجه تخيليه بس ليها منطق
يكمل قانون امبير. ليه بقى دي مهمه قوي 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 في تاريخ العلم؟ حط المعادلات الاربعه بقى جنب بعض دلوقتي. وطيار راجع، وهنا في ما بينهم الكتريك فيلد، الكتريك فيلد، الكتريك فيلد.
يعني يقدر يخلق ماجنتيك فيلد، فيخلق ماجنتيك فيلد عامل كده اهو. ماجنتيك فيلد يخلق الكتريك، يخلق ماجنتيك، يخلق الكتريك، يخلق ماجنتيك. وتنتشر الموجة الالكترونية. نعم. الدايره دي عشان يعني هنا دلوقتي ده الطرف ده والطرف ده في ما بينهم الكتريك فيلد، ده عليه شحنات وعليه شحنات، فالالكتريك فيلد من هنا لهنا وده يكون بيتغير مع الزمن. يعني انت بتحط اشاره مش دي سي بقى، انت بتحط حاجه دي سي خلاص، فيبقى ده عليه موجب سالب سالب موجب موجب سالب سالب موجب وهكذا. ففي الكتريك فيلد بالظبط ده زي المكسر، يعني زي الطرفين المكسر ده، بس انا جبتهم بدل ما هم صوب بعض جنب بعض يعني. ففي الكتريك فيلد هنا بيتغير مع الزمن هيخلي الكتريك فيلد. فماكس توقع سنه 1865 ان في حاجه اسمها وايرلس سيجنال، مش بس كده ده عمل بريك ثرو تاني. فعشان كده دي اول حاجه ان هو كده اسمه ركب على الاربعه دول، فبقى العيله دي اسمها ماكسويلز ايكويشنز بسبب اللي هو عمله. كويس، مش بس كده هو كمان توقع بشويه رياضه وبشويه رياضه زياده، خد المعادلات دي وقعد يلعب معاها ووصل الى ان التفاضل بتاع الالكتريك فيلد مرتين بالنسبه للمسافه وتفاضل الالكتريك فيلد مرتين بالنسبه للزمن، احنا شفنا دي فينا كاركترستكس ايكويشن، وهنا ثابت ده الديفرنشال فورم فور اي ويف اللي احنا شفناها قبل كده في الحبل، وكان هنا ده واحد على السرعه تربيع والسرعه طلعت جذر دي على مين، وكمان في الماجنتيك فيلد. ايه ده؟ الكترو ماجنتيك ويف، الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد بيساتسفاي الشرط بتاع الويف، وكمان الويف دي سرعتها لما اقارن ده بمعادلات الويف اللي معروفه من ايام زمان بقى، من ايام زمان قوي، ميو ابسلون ده بيمثل واحد على سرعه تربيع في المعادله بتاعت اي ويف، فالسرعه هتطلع واحد على جذر ميو ابسلون في الهواء، تحط ميو نوت وابسلون نوت بتوع الهواء اللي هم معروفين من ايام زمان، يطلع سرعه الضوء 3.8 اللي هي معروفه من زمان. فالبريك ثرو الثاني اللي عمله ماكسويل انه لما حط المعادلات دي في الديفرنشال فورم قال لك الضوء في بين الخناقه بتاعت نيوتن مع هايجنز، قال لك الضوء شكله كده يا اخوانا تبع هايجنز، الضوء شكله الكترومغنيتيك ويف. ليه؟ لانه انا حسبت الكترومغنيتيك ويف طلع الكترومغنيتيك ويف دي سرعتها 3.8، طب هو مين اللي سرعته 3.8؟ الضوء، يبقى الضوء الكترومغنيتيك ويف بالمطلق. فكان ماكسويل هنا بيسبورت الفكره بتاعت انه الضوء مش بارتكل او كورباسلز زي ما كان بيقول نيوتن، لا ان هو ويفز. ليه؟ هو اشتغل على الكترومغنيتيك ويف عاديه ملوش دعوه بنوعها ايه؟ يعني هل هي اكس ريز جاما ريز ضوء مش عارف ايه، هو ملوش دعوه، هو اشتغل على الكترومغنيتيك ويف بس طلع ان سرعتها في الهواء هي سرعه الضوء. طيب الضوء كده شكله الكترومغنيتيك ويف. الكلام ده كله على ورق. جه طالب غلبان اسمه هرتز راح يسجل دكتوراه مع دكتور مش غلبان اسمه هيرمونز. فالدكتور اقترح على هرتز، شاف واد ليه كده وهيسجل معاه دكتوراه وهنعمل بقى بي اتش دي وكده، قال له بص يا ابني انت شكلك جامد، انت بقى تعمل ايه؟ شايف ماكسويل؟ قال له اه. 1865 توقع ان في حاجه اسمها وايرلس كوميونيكيشنز على الورق، ان انا ممكن ابعت معلومه من حته للتانيه الكترومغنتيك ويف، اعملها لي عملي. وقال له ده انا هعمل جايزه سنه 1879 للي هيقدر يحقق كلام ماكسويل. فهيلمهولتز راح عامل جايزه اعلن على اخواننا اللي هيعرف يطبق كلام ماكسويل، ده اصل ده مصيبه ان انت تنقل معلومه من حته للتانيه وايرلس، كان بالنسبه له بقى وهم بقى خلاص يعني حاجه ما. ف 1865 وبعد كده راح هيلمهولتز 1879 قال لك في جايزه وانا عارف ان الطالب بتاعي هيرتز هو اللي هيكسبها. كويس كده؟ هيرتز ما راح مكمل ما عرفش سيبك الكلام فعلا ده ما عرفش اشتغل حاجات ثانيه، وخد الدكتوراه في حاجات يعني في موضوع يعني حاجه ثانيه وكبر دماغه من الموضوع ومشي الحال. وبعدين هرتز لما كبر بقى وبقى دكتور واشتغل في الجامعه ومش عارف ايه
فكانت الجائزه اكسباير، ما حدش عرف يعمل الموضوع اللي عايزه في الموفز. يعني هو اعلن عن الجائزه، يا اخواننا اللي في اي جامعه يعرف يعمل الكلام ده وده عمل يكسب الجائزه، ما حدش عرف يعمل. خلاص كده. فجي بعد كده عمنا هرتز بيلعب بالصدفه مره في شويه حاجات، هو ادرس في حاجات ده برضه، يعني برضه في السكه دي بس بعيد شويه عن مكتبه. فجاب الملف بتاع روك جولف. هو الفكره بتاعت روك جولف ايه؟ ان انت ملف كده بتديله تيار، فبيعمل ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده ممكن اكبره بان انا فاكرين انتوا ترانسفورمر علاقه ال، يعني الفولتج هنا على الفولتج هنا كان اسمها عدد اللفات هنا على عدد اللفات هنا. فانت بتبدا تيار في واحد فيه لفات قليله، التاني لفات كبيره، يعمل لك فرق جهد ضخم، وتروح قاطع التيار مره واحده، ففرق الجهد ده فجاه يظهر فرق جهد ضخم جدا، التيار اتقطع يظهر فرق ضخم، جهد ضخم جدا. قاعد يلعب مع البتاع ده كده، وكان بعيد عنها شويه حلقه، يعني ملف تاني صغنن كده. لقى ان لما بيعمل هنا تغيير قوي جدا في التيار، يعني فجاه بيقطع التيار فبيتولد فرق جهد ضخم جدا، ابتدى يشوف الناحيه الثانيه ايفكت. ابتدى يشوف حاجه بتحصل الناحيه الثانيه. الحاجه اللي بتحصل الناحيه الثانيه معناها ان السيجنال وصل مكان بعيد. السيجنال او الاشاره اون اوف ده، المعلومه اللي هي اون اوف اون وصلت لملف ثاني بعيد. يعني في وايرلس كوميونيكيشنز. واثبت ده الموضوع ده عملي. وكان ده اول اثبات عملي لوجود وايرلس كوميونيكيشنز اللي كانت توقعها ماكسويل. وبعدها الناس انطلقوا بقى في الوايرلس كوميونيكيشنز، ظهر الراديو بقى بتاع ماركوني سنه 1901، وفي ديبيت هل هو اللي عمله الاول ولا تسلا ولا مش عارف ايه، بس تسلا كان راجل متسامح حدث يعني ما بيوصل لحاجه وحد تاني ينشرها من قبل العلم مش مشكله. فالمهم يعني ايه؟ مدفوع عليه لسه كان غلبان. المهم هو كان من كتر الاختراعات اللي بيعملها فكان بيطلع. المهم يعني فماركوني ظهر الراديو، وبعد كده ظهر الفايروس كوميونيكيشنز، والدنيا انطلقت. هو ده صوت نفسي. فدي كده قصه الالكترومجنتيك ويف فروم اي تو زي زي ما بيقولوا بمعنى جاي. اخر حاجه في الشابتر 7 ده، انا هنا قلت شويه تواريخ واسماء علماء، انا مش هتحرك اسامي، بس اللي عايزك تعرفه كان مهم قوي الاربعه دول ومين سورس بتاع مين، يعني مين بيعمل ايه، يعني تحط ايه فيحصل ايه، وتبقى عارف ماكسويل ان هو اللي عمل كوركشن لامبيرز لو، ده برضه شيء مهم يعني. لان بعد كده في الكورسات بتاعت المايكرو ويفز اللي فوق سنه ثالثه اتصالات على او في الويف جايدز. الويف جايدز دي اللي انت تمشي الموجه في مسار معين، مش زي الانتنه بتاعت الموبايل تنشرها فري بروباجيشن في اي حته، لا تمشيها في سكه معينه، يعني مثلا زي مثلا كده الكواكسل كيبل اللي بيجيب الاشاره من الدش فوق للريسيفر عندنا، ده ويف جايد. ليه ويف جايد؟ لانه بيمشي الويف في جايد في مسار محدد، مش بتروح في اي حته ترجع للريسيفر بتاعك. اخر حاجه نعرفها بقى في الشابتر ده ان سرعه الضوء دي بقى، متأثرا بانه كان بيدرس كوانتم لما كان بيكتب الكتاب ده، وانا كنت بدرس معاه. فالفكره كانت ايه؟ انه وصلنا لسرعه الضوء وان هو الكتروماجنتيك ويف والكلام الحلو ده، والناس ابتدت تفوكس بقى على دراسه الضوء شويه. فحصل انه لقوا انه في شويه حاجات كده انتوا يمكن عديتوا عليها في الكوانتم ميكانكس، الجاليليان ترانسفورميشن عدى عليكم، اللورنس ترانسفورميشن عدى عليكم، الشكل عدى عليكم ان هو ار بيساوي انه مقسوم على اصل الحكايه ايه بقى؟ اصل الحكايه عارفين في مباريات الكوره زمان، معرفش انتوا على ايامكم بقى، لو انت سمعت ماتش كوره على الراديو يقول لك واعزائي المشاهدين ننتقل لاستاد القاهره ومعكم مش عارف مين عمرو الاثير. فكلمه الاثير جايه من ايثر بالانجلش. كان الناس فاكرين يعني عندنا في الميكانيكا القديمة، لو أنا ماشي كده، أنا ماشي أهو، والسبورة ثابتة خلاص كده، فأنا ماشي كده. بالنسبة لي لو السبورة رايحة فين؟ راجعة لورا صح كده؟ فلو أنا بصيت على الريلاتيف سبيد أو على السرعة النسبية ما بيني وما بين السبورة، من وجهة نظر السبورة لو أنت واقف هنا مع السبورة يعني هتشوف إن الجدع ده ماشي بسرعة مثلا 1 متر في الثانية في الاتجاه من الشمال لليمين. لو انا هبص هلاقي السبوره راجعه لورا من اليمين للشمال بنفس السرعه 1 متر على الثانيه لورا. تمام. قال لك طب ما هو يمكن الضوء نطبق عليه نفس الموضوع، مش الضوء ليه سرعه اسمها سي؟
فطبيعي ان انا لو كنت بتحرك في اتجاه الضوء وايه سرعه الضوء الاقيها اعلى. لو انا بجري في نفس اتجاه الضوء وايه سرعه الضوء الاقيها اقل من سي. ده منطقي صح؟ يعني لو الضوء بيجري جنبي وانا بجري معاه كده هلاقي ان هيجري سرعته 3.8 الا شويه، الشويه اللي هو سرعتي انا. او لو انا بجري عكس الضوء، الضوء جاي كده وبقيس سرعته هلاقي ان سرعته اعلى من 3.8. وكانوا بيفسروا ده بان في حاجه اسمها الايثر او الاثير اللي هو ماده مخفيه كده محدش شايفها، يعني هي اللي بتتعامل مع الضوء بتزقه لقدام او لورا، حاجه زي الهواء يعني، بس يعني مش هواء، حاجه كده هي اللي بتتعامل مع الضوء. لو الضوء ماشي معاها الايثر ده يزق الضوء لقدام فيزود سرعته، او الايثر ده عكس الضوء فيبطئ سرعته. واحد اسمه مايكلسون، جامدين قوي يا جماعه، مايكلسون عمل تجربه علشان يقيس سرعه الضوء لما يكون واحد بيتحرك بالنسبه للضوء، وكان عايز يشوف الايفكت ايه اللي هيحصل لما بمشي عكس الضوء، هل هقيسه اسرع؟ ماشي مع الضوء هقيسه اقل؟ وفشلت هذه التجربه فشلا ذريعا. وقد كان سبب الفشل ده هو اللي خلى اينشتاين يطلع بالنظريه النسبيه. تجربه مايكلسون مش موجوده في الكتاب، بسرعه كده في ثانيه لانها شبه نيوتن رينجز قوي. مايكلسون عمل ايه؟ واحد اسمه مايكلسون ومورتي عملوا ايه؟ ادي سورس مصدر ضوء بامب، وبعدين بيم سبلتر. بيم سبلتر مين؟ بيم سبلتر ايوه، في نيوتن رينجز بتاع المايله دي يجي الضوء يخبط ينزل تحت في العدسه شويه يطلع في الارض. ماشي ادي ضوء بيم سبلتر. بيم سبلتر بي اس هيروح عكس شويه لفوق للمرايه كويس، فالمرايه ترد وهبص انا على الهيئه جنبي كويس، شويه هيعدي من بيم سبلتر مرايه وترد الاشعه وشويه وهيلمني هيعمل سؤال، دول يتفقوا مع بعض. يعني بيم سبلتر هيطلع شويه فوق يحط في المرايه ينزلوا لتحت، يعدي شويه يحط في المرايه يجوا ينزلوا لتحت كده ويحصل انترفيرنس. الانترفيرنس انا بتفرج من هنا. عمل بقى التجربه دي، المفروض ان هو شغال مع سرعه الضوء، حط السيتاب ده بحيث انه يلف مع اتجاه الكره الارضيه بره، فاصبح السيتاب ده بيتحرك مع الارض يعني اتجاه دوران الارض كويس كده، وقعد يقيس نفس شكل الفرنجز الديستركتيف ديستركتيف والكونستركتيف كونستركتيف، ان حاجه تتزحلق مكانها ما فيش. طيب لف السيتاب خلاه مربوط بحيث انه عكس الكره الارضيه، فالمفروض ان سرعه الارض عكس سرعه انزلاق الضوء هنا، فحاجه تتغير ما فيش، هما كونستركتيف كونستركتيف والديستركتيف ديستركتيف، ما فيش حاجه بتتزحلق مكانها. قال لك بلاش احنا في الصيف نعملها في الشتاء. خلاص على سرعه الارض يعني الارض اقرب من الشمس وتبعد من الشمس ماشيه في مسار الكتل، ما فيش فايده، فشلت هذه التجربه في جميع الاحوال. عمو اينشتاين لقط دي. وقال لك سرعه الضوء هي الحاجه الوحيده في الحياه اللي مبسوطه. اي حاجه ثانيه وبيزد على الحكايه دي، يعني ده كان واحد من الاثنين برنسبلز اللي طلع بيهم اينشتاين، واحد ان سرعه الضوء استهى وانت بتتحرك، استهى وانت ثابت، استهى وانت اي حاجه هي سي 3.10 اصلا. حتى في الكتاب تلاقيه رسمت ايه؟ تلاقيه رسمت ده سورس لمبه او يعني ده عربيه وده سورس لمبه كده او فلاش لايت كويس؟ واحد بينور بالتاني كويس؟ تيك 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 تيك. العربيه بتقرب، العربيه بتبعد، الفلاش بيقرب، الفلاش بيبعد، العربية دي هتقيس 3.10 وجه اينشتاين حط كمان برنسبل مع كده، البرنسبل الثاني اللي حطه اينشتاين في النظرية النسبية ان كل القوانين صح في اي فريم اوف ريفرنس. يعني قوانين نيوتن والحاجات اللي احنا عارفينها دي صح واحنا مع بعضنا كده. بس لو واحد بص علينا من القمر هشوف القوانين دي متلخبطة. يعني لو انا مثلا بتعامل بالكتريك فيلد هنا مع بعض، ادي الكتريك فيلد اهو بص كده، اه الكتريك فيلد بص كده الكتريك فيلد. واحد من القمر يجي يقيس الايه ماجنتيك فيلد. فنيوتن حط بقى القوانين صح في فريم، بس لما تبص عليها من فريم تاني هتلاقي في حاجات بتتشال، حاجات بتتغير. بلس النتيجه بتاعت مايكلسون الفاشله دي هي فاشله، بس كانت بريك ثرو رهيب برضه. الاثنين دول مع بعض طبعا نظريه. اتفضل الشرطه السابعه. كنت عايز اروح على الدوبلر شيفت بس في شويه. النجوم اللي بتبان مزرقه او محمره او كده بس يعني. لا 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 هي قصه ثانيه. المهم طيب موضوع البولاريزيشن
لما جينا وصفنا الويف، وصفنا الويف بكام حاجة؟ امبليتيود، اي ويف مثلا الكتريك فيلد او ماجنتيك فيلد او اي حاجة، او واي او اي حاجة، امبليتيود ساين او كوساين، اوميجا تي ناقص كي، ودايركشن بروباجيشن زد مثلا. فدي موجة بتاعت الكتريك فيلد امبليتيود اي نوت مثلا بتنتشر في اتجاه زد، صح؟ لان اوميجا تي في زد عكس بعض في الاشاره. ليها فريكونسي جيفن باي اف والاوميجا بتساوي 2 باي اف. فلما انا وصفت بامبليتيود فريكونسي ودايركشن بروباجيشن في سرعه اللي هي تربط ما بين الاوميجا على كي تديك السرعه. حلو كده. فانا عندي هنا امبليتيود اي نوت اتجاه انتشار مثلا زد، وممكن لما انا برسمها على السبيس اقيس الويف لينكس، يعني الويف لينكس او طول الموجة هو المسافة بين القمتين اللي ورا بعض. خلاص باقي اخر حاجة عشان تنسي المنهج بتاعها في وصف الموجة ايه؟ انها محتاجة دايركشن اوف اوسيليشن. في الاخر الالكتريك فيلد ده مجرد ايفكت في النهاية. بيوسيليت هنا في المنظر ده في مستوى الصدور، يعني ايه؟ الالكتريك فيلد بيشاور كده وبعد كده يضعف يضعف وبعد كده يقوى في اتجاه معاكس، يشاور كده بيشاور كده وبيشاور كده. طب ما هو ممكن يكون الالكتريك فيلد بيوسليت او بيتغير فوق وتحت، وممكن يعني في الحاله دي مثلا لو الالكتريك فيلد بيوسليت كده طالع نازل في مستوى السبوره، يعني فرق من الدايركشن اسمه اكس، تمام كده؟ طيب وممكن يكون بيوسليت في مستوى عمودي على السبوره، يعني بيوسليت كده هو بدل ما بيوسليت كده مع السبوره ممكن يكون بيوسليت كده، صح؟ عمودي على السبوره زي كده. لو جبت حبل وقعدت العب بالحبل ده كده اهو، هعمل اوسيليشن في الاتجاه ده، صح؟ ولو عملت كده اهو هعمل اوسيليشن ازاي؟ افقي كده. فاخر حاجه عشان اقفل الوصف بتاع الموجه صح، الدايركشن بتاع الاوسيليشن رايح فين؟ فالمنظر ده لو افترضنا هنا الاتجاه ده مثلا اكس لفوق وواي لبره وزد ده اتجاه الانتشار مثلا. فلما اجي اكتب المعادله بتاعت الالكتريك فيلد، ماشي امبليتيود كويس وفريكونسي واتجاه الانتشار وي وي وي، بس ناقص ان انا احط الاوسيليشن رايح فين؟ اتجاه الاوسيليشن ده احنا بنسميه بولارايزيشن. بول يعني قطب، بولارايز يستقطب، بولارايزيشن استقطاب. حتى يقول لك في السياسه استقطاب سياسي، يعني استقطاب سياسي في قطبين، ناس كده وناس كده. فبولارايزيشن معناها انه الاتجاه اللي رايح هو اتجاهه مين؟ اي قطب. فبولارايزيشن يعني الاتجاه بتاع الاوسيليشن. فالمعادله عشان تكمل هكتبها كده، الالكتريك فيلد كفيكتور بقى مش بس كماجنتيود، واحط في الاخر هنا اتجاه الفيكتور ده، فده الماجنتيود بتاع الفيكتور، بس الاتجاه بتاعه الاوسيليت كده مثلا يبقى احطه في الاخر اكس كات مثلا، يعني المعادله اللي اخد جنبها اكس كات اللي هو اتجاه الاوسيليشن. الماجنتيك فيلد كذلك، الماجنتيك فيلد واحنا عارفين دلوقتي متعاملين على بعض ويكونوا عموديين كمان على اتجاه الانتشار. افتكروني بقى في الماتريكس بتاع السنتين، الكلام ده صح بس في الفري بروباجيشن. الموجات زي موجة الضوء اللي طالعة من الشمس أو من اللمبة أو غيره. بيبقى الإلكتريك فيلد عمودي على الماجنتيك فيلد، عمودي على اتجاه الانتشار. وبيبقى اتجاه الانتشار هو الكروس برودكت ما بين الإي والبي. يعني إيه كروس برودكت؟ بحط صابع إيدي اليمين في اتجاه المنتجه الأولاني في الضرب، الضرب هنا إن لو ضربت الإي في الماجنتيك فيلد يطلع اتجاه الانتشار. ممكن في الامتحان ارسم لك بقى، ارسم لك اي وبي، او ارسم لك اي واتجاه الانتشار وتحط لي البي. المهم في النهايه ان اي كروس برودكت مع الماجنتيك فيلد طلع لي اتجاه الانتشار اهو. هنا مثلا عند اول نقطه الالكتريك فيلد بيشاور لفوق، الماجنتيك فيلد عمودي على السبوره لبره. فبحط صابع ايدي اليمين مع الالكتريك فيلد واروح للماجنتيك فيلد، ده الضرب الاتجاهي. واحنا صغيرين في ثانوي بنضحكوا علينا بقى بيحفظونا حاجات من كده وكده. اوعى بقى تلخبط واكتب على صابع. اي ضرب اتجاهي في الدنيا، اي كروس برودكت، بتحط صابع ايدك اليمين مع الاولاني في الضرب وتروح للتاني يطلع اتجاه الانتشار كده اهو. طيب بعد ربع سايكل، بعد ربع لقطه، بص كده على الماجنتيك فيلد حصل له ايه؟ بيشاور فين الماجنتيك فيلد دلوقتي؟ لجوه السبورة. الالكتريك فيلد بيشاور لفين؟ لتحت. اضرب بقى، ادي الالكتريك فيلد لتحت والماجنتيك فيلد لجوه. حط صابع ايدك اليمين مع الاولاني وروح للتاني يطلع النتيجه فين؟ برضه كده. فلو جيت في الامتحان هلعبك بقى، يعني اقول لك مثلا ايه؟
ثلاثة كنا عارفين على بعض يبقى ايه الاحتمالات؟ ده وده في مستوى السحور، يبقى اكيد الثالث فين؟ عمودي على السحور، هما الثلاثة كنا عارفين على بعض، يبقى في احتمالين، يا ماجنتيك فيلد بره يا ماجنتيك فيلد جوه. جرب لو خدت لبره هيبقى دي في دي طلع اتجاه الانتشار، اللي انا هسميه مثلا ايه جاب؟ وات ايفر يعني. صح؟ تمام؟ زي ما سيستم المحاور بيترسم الثلاثة اكس واي زد من المنظر ده، اكس واي دي زد، بترسم المحاور مش اي حاجة. ساتسفاي الشرط ده ان اكس واي تديك زد كروس برودكت. فاكس واي تديك زد، بص اللعبه دي في الرياضه بقى اتعلمناها من جماعه الرياضه، مش عارف خدتها ولا لسه. ممكن تجر ده تجيبه بره في الاول كده وتزيد كده، فيبقى زد في اكس تديك واي، وتاخد دي تحطها في الاول وتزيد المعادله كده، فيبقى واي في زد تديك اكس. تمام؟ نفس الفكره في الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد اتجاه الانتشار. يعني في موجه زي الموجه بتاعه سطح الميه. ليه؟
سطح الميه لما يحصل لها اوسيليشنز هو في احتمالات ثانيه؟ يعني هل الميه ممكن توسيليت كده على وشها او كده؟ لا، هي الميه هتوسيليت فوق وتحت بس، فيرتيكلي بس. فالبولاريزيشن في الميه ملوش معنى. يعني في الالكتروماجنتيك ويف ممكن الالكتريك فيلد يوسيليت كده فيرتيكلي او هوريزونتلي، صح؟ بالمنظر ده. لكن في وش الميه دايما فيرتيكلي، مفيش حاجه ثانيه. فالبولاريزيشن ملوش معنى. في الساوند ويفز كمان ملوش معنى. ليه؟ لان في الساوند ويفز الموجه الفايبريشنز يعني بيوسيليت دايما في الاتجاه بتاع الانتشار. مفيش احتمال تاني. فمفيش كذا بولاريزيشن في الموجه بتاعت الميه، ومفيش كذا بولاريزيشن في الموجه بتاعت الصوت. فالبولاريزيشن ملوش معنى في الحاجات دي من الام سي كيوز اللي في الكتاب برضه. البولاريزيشن ملوش معنى لا في الميه ولا في ساوند ويفز، لكن ليه معنى في الحجم. ليه؟ ممكن تنحجم. ليه؟ لان ممكن توسيليت كده وممكن توسيليت كده، صح؟ فالبولاريزيشن يفرق، في بولاريزيشن راسي وفي بولاريزيشن افقي في الحجم. في الالكتروماجنتيك ويف في بولاريزيشن راسي وفي بولاريزيشن افقي، فليه معنى. لكن في موجات زي ما لهاش غير احتمال واحد زي دي او دي، هو بولاريزيشن واحد، بالتالي ملوش معنى ان انا اعبر عنه، يعني مش فارق معايا حاجه. كويس. هنركب بقى كذا بولاريزيشن على بعض زي ما عملنا لساجو فيجرز ايام زمان في السيمبل هارمونيك موشنز، لما ركبنا حاجه على الاكس اكسس وحاجه على الواي اكسس. الفرق دلوقتي، الفرق لو انا عندي الكتريك فيلد بيوسليت كده والكتريك فيلد بيوسليت كده وركبتهم، هم هيطلعوا بالظبط زي اللي حصل قبل كده. هو هو لو الاثنين ان فيز هيطلعوا خط مستقيم، لو اوت فيز 90 درجه هيطلع اليبس او سيركل، لو نفس الامبليتيود يبقى سيركل، هو هو بالظبط. بس الفرق ان الموجه بتنتشر. يعني ايه؟ يعني الرسم اللي انا برسمها ايام السيمبل هارمونيك موشن ما كانش فيه موجه، كان هو السبرنج رايح كده كده والسبرنج رايح كده كده وبركبهم على بعض، او زي تجربه المعمل بتاعت السي ار، عندي فولتج كده وفولتج كده، باخد مثلا حاجه على الاكس بتاع السي ار او وحاجه على الواي بتاع السي ار او، واروح مركب ده على ده، صح؟ ويطلع لي بقى يطلع لي دايره، يطلع لي اليبس، يطلع لي خط مستقيم حسب الظروف. هنا نفس القصه بالظبط. ما هو في الاخر الالكتروماجنتيك ويف يا جماعه ده انا عايز اطلع بيه الدورس في الاخر، ده الالتيميت اوبجيكتيف بتاعي كده. سيمبل هارمونيك موشن اوسيليشن مع التايم في مكان لوكال، مكان مش بيتغير، رايح جاي رايح جاي في هذا المكان كده. في بروباجيشن، فهو مش بس رايح جاي كده، لا ده هو كمان بيمشي قدام. يعني عشان بقيت عندي الفورمولا بيتحرك معايا كل ايوه. فلساجو فيجر بقى هنا مش بس بيرسم لك سيركل كده مثلا وخلاص، لا ده السيركل دي بتطلع لقدام. ففي 3 دايمنشنز هشوفها ايه؟ شكل حلزوني هيلي، تمام؟ الستيت اوف بولاريزيشن هي ايه؟ هي انه شكل التيك او الراس بتاع الالكتريك فيلد، راس السهم بتاع الالكتريك فيلد، ما هو فيكتور في الاخر بترسم ايه اثناء البولاريزيشن. ف هنعرف حاجه اسمها ستيت اوف بولاريزيشن. ستيت اوف بولاريزيشن هي ايه ده؟ ستيت اوف بولاريزيشن هي جيفن باي ذا موشن بيعمل ايه؟ شكله بيتحرك ازاي اثناء البروباجيشن بتاع الموجه. وممكن نقسمها ثلاثه كاتيجوريز زي ما في الكتاب، اللي هو برضه شبه اللي بيحصل في السيمبل هارمونيك موشن او الاستيشن فيجرز. في اللينير بولارايزد لايت بيبقى الفيز ديفرنس ما بين الاثنين الكتريك فيلدز، هقول ان في واحد اسمه هوريزونتال وواحد اسمه فيرتيكال، والبروباجيشن عمليه على السطور بره، يعني الموجه طالعه في اتجاه كده زي الاستيشن فيجرز بالظبط. كنا بنرسم حاجه اكس وحاجه واي ونجمع، هي نفس الفكره بالظبط. ومش هنعمل تفاصيل، يعني مش هنرسم لساجو فيجرز، هي بالظبط اكزاكتلي هي نفس الكلام بالظبط. يعني هي بس الفكره انه هتصنعه في ال 2 دي، لو كان في ديفرنس بيساوي صفر هيرسم لك خط مستقيم كده اهو، لو كان 180 درجه هيرسم لك خط مستقيم بس في الربع الثاني. كويس كده؟ هنا حاجه بالمنظر ده، لو كان الفيز ديفرنس هنا زيرو، لو كان الفيز ديفرنس بيساوي 180 درجه. الاثنين بيعتمد على نسبه الامبليتيود على الامبليتيود، يعني الامبليتيود بتاع الالكتريك راسي على الافقي تان ثيتا، لو عرفت مثلا بيزود الميل ثيتا، لان التان بتاعها هو الراسي الفيرتيكال ميل هو
هتلاقي ان هي شكلها كده، يعني هي خط كده ده مصنوع خط في الـ2D، بس الخط ده في الحقيقه هو بيبروباجيت بقى بيعمل شكل ساين. فهو بيبروباجيت ازاي كده؟ هو بيعمل شكل ساين مايل. البولارايزد لايت اللي هو ليه اتجاه الكتريفيلد محدد
بيعمل مثلا خط او إليبس او سيركل او كده ده احنا بنعمله بمزاجنا مش موجود في الطبيعه. يعني ده اللي في الطبيعه هتلاقوا مثلا في سيرويه يقول لك ايه مثلا لمبه النيوتن سبرينجز اللي عندنا او لمبه الزينه اللمبات دي بتطلع رده من الكولارايز لايت. ليه؟ لان بيحصل اكسيتيشن الالكترون يطلع وينزل فيروح يطلع لك لايت لبولاريزيشن معين بس كده. بعد شويه الالكترون تاني يطلع وينزل يطلع لك حاجه بولاريزيشن تاني مش حاجه تخرج من البولاريزيشن فتلاقيه بيطلع لك كل البولاريزيشنز اللي في الدنيا فيطلع الشكل رده بالمنظر ده. خلاص؟ طيب عايز بقى انا هنضفه اخليه بولارايز في اتجاه واحد بس فبندخله على حاجه اسمها البولارايزر. البولارايزر ده شغلانه كبيره قوي. ده بيبقى جسم معين كده وبيتحط لتركيب معين معقد جدا ممكن نبقى لو حد لقيت محتاج اشكره على جنب يعني بس هو مش علينا في المنهج بتاعنا. بنسمي البتاع ده يعني النوع ده بنسميه بولارويد. يعني البولارويد ده هي الحاجه اللي بتعمل بولاريزيشن. يعني ايه؟ في حاجه بنسميها اكس ترانسميشن. محور الترانسميشن اللي هو اللي بيعدي لما بيجي انا كده ببص جوه بقى انا ده ما بتاخدش على طول يعني اصلا يجي لي انتري فيد راندوم. الحاجه الراندوم دايما اقدر احطها بدلاله محورين يا جماعه عشان خلاص. الحاجه الراندوم ممكن دايما احطها بدلاله محورين هوريزونتال وفيرتيكال. فالحاجات الراندوم دي في الاخر احللها كلها اعمل لها ريزولوشن حاجات كده اهو وحاجات كده اهو حاجات كده اهو حاجات كده اهو في الاخر. فماثماتيكلي انا ممكن اعبر عن الشكل الراندوم ده كل حاجه بيقول لها مسطحين مسطح اكس ومسطح واي مسطح اكس ومسطح واي فهروح مجمعهم يعني كومبوننت اكس وكومبوننت واي. يخش الاخ الراندوم ده على البولارايزر يعمل ايه بقى او البولارويد يعمل ايه البولارويد؟ الالكتريك فيلد اللي بارل للترانسميشن لاين يعدي الالكتريك فيلد اللي عمودي على الترانسميشن لاين يتشفط بيعملوا ابزورشن فيعدي الكتريك فيلد كده بس. يبقى الضوء اللي خرج ده اسمه ايه؟ لينير ولا سيركولار ولا الكتريكال؟ لينير هو اتجاه واحد بس عامل له سيستم كده دلوقتي الكتريك فيلد بس فده لينيرلي بولارايزد لايت. يبقى انا ممكن احول راندملي بولارايزد لايت للينيرلي بولارايزد لايت بان انا استعمل البتاع ده اسمه بولارايد. البولارايد ده بيشتغل ازاي؟ في حاجه اسمها اكسس ترانسميشن الالكتريك فيلد اللي موازي ليها يعدي العمود ده. حلو. واحد ريسن جاب لك كمان بولارايد تاني هنا. ايه اللي هيعدي ده في ده هيسقط على ده. الاكسس ترانسميشن هنا مايل شويه. في انجل ثيتا ما بين. خلي بالك بقى عشان لو لعبنا في الامتحانات مع بعض. الانجل ثيتا دي هي الزاويه اللي ما بين الاكسس ترانسميشن هنا والاخ ده، الاخ ده اللي هو بارل الاكس ترانسميشن اللي هنا. يعني في الاخر الثيتا هي الزاويه ما بين يا اما ده تقول ان هي ده وده او الاكسس ده والاكسس ده، خلاص هي دي نفسها الثيتا، خلاص كده؟ هي نفس الثيتا يعني. طيب هي بس يعني كان المفروض اشرح دي خلاص مش مشكله. فلما اجي اخد ده اسقطه على ده يحصل ايه؟ مين اللي هيعدي؟ هل ده بارل لده؟ لا، هل عمودي عليه؟ لا برضه. فاعمل اتصرف ازاي؟ احلله اتنين. هقول ان البتاع ده ممكن احلله كده بارلل وكده نورمال. ده الاصل اهو دي الزاويه دي. فالبارلل للاكس اوف ترانسميشن لو كان النصائد ده بامبليتيود ايه فاللي هيعدي ايه كوزاين سي صح؟ واللي هيموت ايه ساين سي ده باي باي. طب واحد نازل راح عامل لك كمان بولارويد تاني عملوا كده افقي بقى تعمل ايه؟ اللي طلع من هنا اللي هو ايه كوساين سيتا صح كده؟ ده اللي عدى ده اللي عاش. ايه كوساين سيتا ده؟ هيخش هنا هيعمل ايه فيه؟ هروح محلله برضه اثنين هشوف السيتا الجديده بقى يعني السيتا الجديده هي الزاويه اللي ما بين الاخ ده الاخ ده دي سيتا نسميها مثلا سيتا 2 مثلا. فاللي هيعدي هو الاي كوزاين سيتا 2 بس كان في كوزاين قبل كده نسميها سيتا 1 مثلا فاللي هيعدي في الاخر اي في كوزاين سيتا 1 في كوزاين سيتا 2. حلو الكلام. بص دي كده
طبعا عايز زيرو صح ليه؟ فالباور تتناسب مع الالكتريك